احنا مش بنبرر، لا نبرر ابدا اي عمل يستهدف اي مدني، لكن احنا بنتكلم على ان احنا مش عايزين ابدا واحنا بنتناول القضيه ديت اللي احنا بنعتبرها قضيه القضايا. قضيه القضايا قضيه منطقتنا بالكامل، وليها تاثير كبير جدا على الامن والاستقرار، وفي راي عام عربي واسلامي داعم جدا لهذا الامر، ويتابع بشده كل ما يحدث فيها. اذا فكره النزوح او تهجير الفلسطينيين من القطاع الى مصر معناه ببساطة انه هيحدث ايضا امر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة الى الاردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها وللمجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتنفيذ، لان الارض موجودة لكن الشعب مش موجود، وبالتالي انا بحذر من خطورة هذا الامر. بالمناسبة وأنا شرحت هذا الأمر مطولا للسيد المستشار الذي أبدى تفهما وتقديرا كبيرا للفكرة، الفكرة كلها إن إحنا إن نقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن إن إحنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل. وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي. تقوم النهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية. مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين إن كلنا نساهم في ان الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.